وده أمس نتبع أمس بيلين تجيني نازل على جلبلن وبل كرامتو زندرون تزعاجت لي سرنا لنا إسكاونم كه سامانة برسنتو بلاي يتجيني زكية تجاتين إنش أرسلنا سند فيدرالي أزمن إنيا كذا بلاي مهدين تلالن ياسفل لجنا البلو زت إنت أمس بيلين تجيني لما فلتنو كللو تشاكر إنيا عن كمان قسم بتسات وقت أما سرت يكررن سمن طلامات ويارم قادية شارا لمات قبول ما أجبل ما درجي كقرنم كتر أنصارم ودت رات كم هي ده أنصارم ودت سدس نتبع مسبيلين يبقى أنال يميلونه عند فدرالك ديزني يسراني على نون مينيستير مصرية بيتو بتكن أجي تفاصيل ما سرا يكن أبونا تشون يسنا كلا يسرا بس نهي وتوه لما تناكر يجمعون تكبر ككلل يتوت عطو يزرفو على في وجه ليل وجه يلم دمك سمي هنا البالو يأرمي كلل مصرا كهرر جيزون باس جوبين يبت وقت يتكن أبونو يتفاصيل ما سرا وجه لك تاوي يا أرم قاري أشارة تكبر راسوني أزجاج جندو هنا مينيستير ديتاو بروفيسور إياسو إلياس تناكرو كريم تبم متعبت كزة أرم قاري أشارة مرها قبرون لما كهد بورغوار أزجاج تنال زد ما وهاون مينزاو ده هو ترنشون أزجاج تنال وده لا يكفي سنل إركنوتشن إن ده كناه ده مو تيرسوتشن أزجاج تنال بعير درجة بزملكو خلت نتب خلت ميلين هكتار كترس كي كاتت بالله سرتنال إيه هذا غرامينه كمي زجاجو سدس نتب أمس بيلين تشجنيوس سلسا كما تو زرفة بزوتا كما تعلا تشو يفرع فريزر تشجنيو تشمهنا تشو يتملا كتسيون أهون لايم يتشجني مفلا سراون كسماني أمس بما تو بلاي بما درس لا تشجنيو تشو تسمامي هنا يتكنا بوتا زجيجت أكبابي وكارتا يملا يسرا يتسرانوم تبلوان የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ የሚተከሉበትን ቦታዎች የመለየትና እነሱን ጂኦ ሪፈረንስ የማድረግ ስራ እየተሰራ ነው። ችግኝ ጣቢያውም ከባለፉት በከፍተኛ እንትን እየጨመሩ ያሉበት ነው። ለምግብነት የሚሆኑ የአቮካዶ፣ የአፕል፣ የማንጎ፣ የብርቱካን አና ሁሉንም ጭምር እየሰራን ነው ያለነው ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ ለሰው ምግብነት የሚሆኑ ላይ ደግሞ በጣም ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተን እንትሮ ወደ 500 ሚሊዮን የሚሆን ችግኝ ለሰው ምግብነት የሚሆኑ ችግኞች እንተክላለን። ይሄ ከዚህ በፊት ያልተለመዱት እንደ ተምር አይነት ችግኞች በስፋት ማምረት ይችላል ማለት ነው። ማዘጋጀት ይችላል ማለት ነው። እሱን ስራ ላይ እናስገባለን ማለት ነው። ባለፈው አመት በተቀናጀ የተፋሰስ ለማታግዘው የተሰሩት የአረንጓዴ አሻራ ስራዎችም ለቀጣዩ ብርታት በሚሆን መልኩ የመጽደቅ መጠናቸው የተሻለ እንደሆነም ማየት መቻሉም ተነስተዋል። ከ85% በላይ ከሆነ ግን ኦሬዲ ሰክሰስፉል ነው ማለት ነው። የኛ እንግዲህ ይሄ ባለፈው ከ7.5 ቢሊዮን ችግኝ ውስጥ ወደ 6.7 ቢሊዮን ችግኝ 96 ማነው 90.4% ሰርቫይቭ አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ሰክሰስፉል ነው ማለት ነው። ሰርቫይቫል ካውንቱም ወይም ደግሞ የጽድቀት መጠኑ በከፍተኛ ሁኔታ የሚታይ ነው ማለት ነው። በተያዙ አመት በ2.2 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ላይ 6200 ተፋሰሶች በተቀናጀ የተፋሰስ ልማት ስራ እየተከናወነ መሆኑን ያነሱት መሪ ስራ አስፈጻሚው ይህም ለቀጣዩ የአረንጓዴ አሻራ የስነ ህይወታዊ ስራዎችን ለማከናወን የሚያስችል ነው ብለዋል።